ومعنا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. السؤال البديهي قبل ما نغوص بالتفاصيل، هل في إمكانية في يوم ما أن تنقطع وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هي الاحتمالات؟ هلا بالاتجاه اللي نحن فيه اليوم هاني، بتعرف انت عم نغوص اغمق واغمق بالموضوع. يعني نحن اليوم كتواصل اجتماعي عم ناخده من تليفوننا من الهاتف، بس بكره حيكون عن طريق عدسات، عن طريق اعوانات خاصه، عن طريق غرف خاصه، حتكون بعد اغمق واغمق. خلينا نحكي نحن وين اليوم. يعني نحن تقريبا بنقضي تقريبا 3 ساعات بالنهار، يعني بالاسبوع نعتبر 20 ساعه، يلي هو يعني دوام عمل جزئي عم نقضيه تقريبا على الاعلام الاجتماعي. وهذا الوقت، وفي نوعين، في النوع يلي بيكون وقت طويل، يلي مثلا الصبح بكير، اول ما من فيه بنكون موجودين بعدنا بالتخت وموجودين على تقريبا نص ساعه ثلاث ارباع ساعه، وبالمساء هذا بيكون وقت طويل لإله. وفي كمان كوقت بيكون قصير متقطع، يعني اذا قاعدين انا وياك عم نحكي وانت اجاك اتصال تليفون، انا اول شيء رح امسك تليفوني وبلش فوت على انستغرام وغيره وشوف شو عم بيصير، او على واتساب شوف شو عم بيصير اخبار. يعني هذا حتى الوقت القصير ما عم نخلي حالنا نرتاح او نفكر، عم نروح لتليفوننا. ففي هول النوعين يلي اذا وقفوا، اذا بطل في عنا وسائل تواصل اجتماعي، هول اثنين بيفتوا. بس لنروح نعمل رياضه ونعمل هيدا بشك، لانه يعني بتبقى انا على حالي صار لي 4 سنين بدي نهار الثاني نهار الاحد خلص رح ارجع اعمل رح ارجع ظبط. يعني الليل الناس اللي مثلك هاني مقررين خلص انا رياضه قسم من حياتي بدي اعملها كل يوم بدي اشتغل عليها وهيك. يعني فهيدي منه موضوع تواصل اجتماعي قد ما هي أيمن. يعني اليوم أصبحت الدراسات عم تحكي عن إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، هل يا ترى يعقل نحن وصلنا لهيدي الدرجة ممكن الناس بالفعل تتخلى عن مواقع التواصل الاجتماعي ويعني يلجأوا لربما طرق بديلة؟ وخصوصي أنه اليوم في دراسات أشارت أنه هذا فعلا إدمان، مثل الإدمان على المخدرات، صحيح، مثل الإدمان على السجائر، وهناك معاهد بريطانية بدأت تتشكل لمجابهة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هلا اذا بنلاقي يعني طرق بديله لهالموضوع، اذا بنحكي نحن بالوطن العربي مثلا، في عندنا كثير هجره، يعني في كثير منا بنترك بنترك بلادنا اللي نحن اصلا فيها، بنروح على بلاد ثانيه لنعيش فيها بعاد عن العيال. اليوم في طريقه تواصل واضحه عن طريق الفيديو والرسائل الصوتيه والصور يلي ما كانت موجوده قبل. يعني اهلنا كانوا لما بيهاجروا كانوا بيكتبوا رساله على خط الايد او بيسجلوا على كاسات صوتي، بينطروا لحدا يروح من بلد لبلد ليعطوه اياه، بس توصل الرساله صارت مؤخره من 3 أسابيع لثلاث اشهر. يعني الطرق البديله بموضوع الهجره مثلا كثير صعبه وكثير قليله اللي رح بتكون بهالموضوع. وفي كمان شيء ثاني اللي هو كوظائف، في كثير وظائف بالبلدان العربية خلقت من وراء يعني وسائل التواصل الاجتماعي مثلا. يعني انت هلا عم تحكي عن ايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، ليش اليوم بدنا نحكي عن مخاطرها؟ ليش ما بنحاول انه نعرف نتعامل مع هذا التطور التكنولوجي اللي بفيد ممكن حياتنا وما ننظر له بس بسلبية؟ هل ايه يعني لانه مثلا في كثير ناس بعرفها انا عندهم وظائف اليوم من وراء التواصل الاجتماعي. يعني قبل مثلا بدك يكون عندك شهاده معينه، بدهم اهلك او يعرفوا ناس معينين لتتوظفي. بوجود الانترنت صارت الناس مشهوره، يعني مشهوره عن طريق، يعني هيدي من مشاهير انستغرام، هيدا من مشاهير سناب شات، يعني سهل الانتشار، اللي عم يقدر يوصلوا لمراكز معينه، عم يوصلوا لمراكز معينه وظيفيه من وراء يعني من وراء التواصل الاجتماعي. اذا فقد ما نرجع ولا تقليديا لا انت من اي شهاده، مين بتعرف من اهلك ليدبر لك الشغل، يعني هل وظائف معينه. طب بس ايمن حتى نرجع نركز اكثر على موضوع لو انقطعت مواقع التواصل الاجتماعي وربما الانترنت، هناك منظومه قديمه ربما نحن هذا جيل تعودنا عليها، التليفون وارسال الرسائل البريديه واستعمال الكاسيتات والى غيره. اليوم هذه المنظومه الجيل الجديد لا يعرف عنها شيء، الى اي مدى مهم اليوم في المعاهد الدراسيه الاهل ربما انه نخلي هذه الموروثات موجوده لحين ربما انقطاع الانترنت يوما ما او انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي؟ اللي بتحكي فيه هاني بمحله، لانه انا كان بعلم موضوع الاعلام الاجتماعي بالجامعات، ولما بحكي عن تويتر بخبرهم كيف كان التلكس موجود من زمان كثير ما
ما بيعرفوا للتلكس، وحتى انا ما واعي له كثير للتلكس مثل ما لازم. فبربط لهم كيف التواصل عن طريق التلفزيون والراديو والتلكس وغيره هو اساس كيف اليوم الاعلام الاجتماعي هن اللي عندهم اياه، طريق الفيديو والصوت وكل شيء موجود، وبنربط بين الاثنين بهالطريقه عم نخليهم يعرفوا يستعملوا الجديد في تقدير للتقنيه القديمه الموجوده، وكمان بيعرفوا مثل عم تقول انت اذا صار في هالانقطاع وهيك بيعرفوا في شيء تراثي قديم يلي بيشبه الجديد. طب انت كنت ببدايه حديثك حكيت انه ربما السوشيال ميديا هي طريقه سهله للتواصل ربما خصوصي اثناء الهجره، ولكن من خلال التعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أجمعت هذه التعليقات أنه ربما لو توقفنا عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سنتقرب أكثر من الأهل والعائلة. أنا دائماً بلاقي مواقع التواصل الاجتماعي بتسلط الضوء على نحن شو كأشخاص وكمجتمع وطريقة تعاملنا. يعني أنا إذا ما حبي بكون مع أهلي ومع عائلتي وبدي أهرب من هالموضوع أهين شيء عندي روح على التواصل الاجتماعي بس. فالمشكلة الأساسية مش أنه التواصل الاجتماعي قريب علي، المشكلة الأساسية أنه أنا ماني مرتاح أكون مع ربعي الحوالي مع أهلي الحوالي يعني. ومن جهه ثانيه لما بيصير في هال الفقدان الاخبار، فقدان الاخبار بس تكون على التواصل الاجتماعي مش موجوده، مجبور اخذها من الاشخاص مين. يعني مين راح مين جوز مين عم تظهروا لوين، بدي اسال الناس في هالنقص اللي على التواصل الاجتماعي عاده باخده. نعم، ما في شك انه يبدو المرحله في حال تم التخلي او توقفت مواقع التواصل الاجتماعي حتكون صعبه على الكثير من الناس الذين يعتمدون عليه. ايمن عيتاني الخبير في تقنيه المعلومات كنت معنا ضيفا كريما من بيروت، شكرا جزيلا لك.